أولاً، اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجانب الموريتاني السيدة آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لسنوات 2022 و2024، الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجانب الموريتاني السيدة آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي. بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة، الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني. مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني، الموقعون عن الجانب الجزائري السيد ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني. مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات المصغرة، الموقعون عن الجانب الجزائري السيد نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، عن الجانب الموريتاني السيد الطالب ولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني.